سي خالد مرحبا. انتما فطر الشباب كل اسبوع تنظموا فيه تكوين مستمر لفائده حكام العصبه، بغيتك تعطيني تقرب القارئ وتقرب المستمع ديال جورنال الاصوات من هاد الاكتيفيتي. الاجتماع اللي نشوف دابا هو تكوين المستمر تقوم به الحكام سواء الوطنيين او الحكام المضوي تحت العصبه، تشوف مجموعه من الشباب هنا اللي جاوا باش يتكونوا منهم الحكام اللي تنعينهم المقابلات ديال القسم الوطني الثالث او القسم الممتاز او القسم الشرف الرابع. تنشوف عندنا اطفال، عندنا 16 سنه 17 22 23، اذا تنوجدوا الخلف المستقبل. الاجتماع اللي تيدار اسبوعيا شنو هو الفقرات ديال التكوين؟ وكل حصه تكون فيها ماده من مواد القانون، هناك لمسه اليد، تسلل، اخطاء اللي تتعرف لهم المواد الاساسيين، الماده 12 والماده 11 من المواد الاساسيين، هما اللي هنا باش نعطيهم دروس للاخوان الحكام باش يكونوا على درايه ويكون التوحيد في جميع اقاليم المملكه. كان الاجتماع إذا كان هذا هنا راه كاين واحد في عصبة الجنوب، كاين في عصبة الصحراء، إذا حنايا مقيسيغ مع المديرية الوطنية تنديرو دروس، وجميع الدروس اللي ديرولو تنصيفطو مراسلات للمديرية باش يكون واحد التواصل بين المديرية وبالمديرية الجهوية التحكيم واللجنة. شكرا سي بنار على هذه الاستضافة، شكرا. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.